من له أذنان للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقهى البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة. العظة الأولى: فكرة عامة عن تاريخ الكنيسة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ المحاضرة الأولى في تاريخ الكنيسة المقررة على طلبة معهد الدراسات القبطية. تاريخ الكنيسة. أول شيء، ما هي الكنيسة؟ الكنيسة هي جماعة المؤمنين سواء كانوا في العهد القديم أو في العهد الجديد، ولذلك ممكن أن نقول كنيسة العهد القديم ونقول كنيسة العهد الجديد. لما نتكلم عن الكنيسة المسيحية يبقى هنخش في العهد الجديد. وأيضا متى بدأت الكنيسة المسيحية؟ البعض يظن أن الكنيسة تأسست يوم البنتقوستي في يوم 50 لما حل الروح القدس على التلاميذ. ما دامت الكنيسة هي جسم المسيح والمسيح هو الرأس، إذا بدأت الكنيسة المسيحية بميلاد السيد المسيح، بميلاد الرأس. ويكون أول المسيحيين أو الإنسانة المسيحية الأولى هي السيدة العذراء مريم، لأنها كما قالت لها إليصابات، قالت للعذراء: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ إذن فآمنت بأنها أم ربه فأصبحت عضوا في الكنيسة المقدسة. بعد ذلك بمرور الزمن أيضا يوحنا المعمدان آمن وشهد بأن هذا الذي يأتي بعده كان قدامه لأنه صار قبله، وساعة العماد قال له: أنا المحتاج أني أعتمد منك. بعد كده دخل في الإيمان 12، ثم دخل 50 رسولا كما في لوقا إصحاح 10، ثم مجموعة من السيدات الفضليات كما ورد في لوقا 8، نساء كنا يتبعنه وينفقن عليه من أموالهن، وكثر عدد الذين يؤمنون به مثل بيت لعازر وأخته مريم ومرسى إلى آخره، وحتى بعد صلبه أو قبل ذلك نيقوديموس ويوسف الرامي. وهكذا تكون الأعضاء الأول للكنيسة المسيحية وظلوا ينمون في العدد، وأصبح من ميزات الكنيسة الأولى أنها تعمل بالروح القدس هذه ناحية، وأنها تنمو في العدد هذه ناحية أخرى، وأنها كثيرة المعجزات هذه ناحية ثالثة. لكن لكي ندرس تاريخ المسيحية في أيام المسيح ينبغي أن ندرس أيضا المجموعات التي كانت موجودة في أيامه والتي قاومته، أمثال الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين والكهنة وشيوخ الشعب. المرجع الأول هو طبعا الإنجيل. المرجع الثاني هو كتاب يوسيفوس اليهودي.
الذي كتب تاريخا لليهود مفصلا، موجود الكتاب بترجمته الإنجليزية وأعتقد ترجم للعربية أيضا. المراجع الأولى لتاريخ الكنيسة، ثلاثة كتبوا عن تاريخ الكنيسة بتفصيل، أشهرهم يوسبيوس القيصري، وده بدأ من تاريخ الكنيسة من أيام المسيح فعلا، ووصل في تاريخه إلى سنة 323 ميلادية، يعني تكلم عن تاريخ القرون الثلاثة الأولى بتفصيل وبمراجع من أقوال الآباء أيضا، وهو يعتبر من أعظم مؤرخي الكنيسة، وكتب اقتباسات من الآباء الأول وذكرهم بالاسم، وذكر أيضا المراجع التي رجع إليها في أقوال هؤلاء الآباء. يوسبيوس القيصري أعظم مؤرخ بدأ في تاريخ الكنيسة. طبعا أول كتاب في تاريخ الكنيسة هو كتاب سفر أعمال الرسل، ده كتاب موحى به، وكتاب سفر أعمال الرسل كتبه لوقا الإنجيلي، ولوقا الإنجيلي شرح في الأول في أعمال الرسل ما قام به يوحنا وبطرس، وأول ما وصل لبولس الرسول بدأ يتخصص في بولس الرسول ورحلاته مع بولس لغاية لما وصل إلى إصحاح 28 في كرازة بولس الرسول في روميا. المراجع الأولى كما قلت لكم في الأول سفر أعمال الرسل، ده العصر الرسولي، ثم كتاب يوسبيوس القيصري، ثم كتاب سوزومون، وكتاب سقراطس، والاثنين الثلاثة دول موجودين في مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، تقدروا تقروا عنهم هناك لو حبيتوا. لكن يوسبيوس القيصري كتب من أول تاريخ المسيح والجو الذي عاش فيه، لكن سوزومين وسقراطس كتبوا من أوائل القرن الرابع، يعني القرون الثلاثة الأولى لم يتعرضوا له. حينما نتكلم عن التاريخ ينبغي كطلاب للتاريخ أن تدرسوا تحقيق التاريخ، يعني كل واقعة تاريخية لابد أن تتحققوا منها تماما، ولذلك أنصحكم أنكم لا تلجؤون إلى مرجع واحد أيا كان هذا المرجع. طبعا الكتاب المقدس موثوق بكلامه، لكن في غير ما كتب في الكتاب المقدس لا تعتمدوا على مرجع واحد بقدر الإمكان. النصيحة الثانية أنكم تبتعدوا عن خلط التاريخ بالفولكلور، الفولكلور اللي هو القصص الشعبية المتداولة التي تدخل أحيانا في جو من الخرافات، وقد توجد في بعض الميامر والمخطوطات، وللأسف قرأت بعضها في بعض الكتب الطقسية، عشان ما ازعجش ضميركم هقول لكم يعني ايه. يعني مثلا الفولكلور اللي يقول عن احد القديسين ان اتعمل قداس وجي حضروا المسيح، وجه بولس الرسول أرى البولس، ويعقوب الرسول أرى الكاثوليكون، ولوقا الإنجيلي أرى الإبراكسيس، والإنجيل أراه بطرس، والمسيح ألقى العظة، وشوية كلام يعني
كلام غير معقول يخش في الفولكلور. آسف إنني رأيت مثل هذا في كتاب الدفنار، وكتاب الدفنار هو أحد كتب الطقسية، وخصوصا في تكريس كنيسة الدير المحرق. ما يزعلش محبو الدير المحرق في أنا بقول على كده، لكن في خرافات من هذا النوع. أو مثلا في حكاية القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، إن التلميذ ويسا طلع للسماء واتعمل قداس في السماء وادوله تفاحة من ذهب ونزل بيها. كل هذه أمور خرافات. أرجو أنكم فيما تدرسون التاريخ أن تنقذوه من الفولكلور والخرافات أيا كان مصدر هذا الأمر. ومن كتب التاريخ أيضا المملوءة بالخرافات كتاب مثلا مثل تاريخ القديس تاكلا هيمنوت، المعجزات الموجودة فيه لم تحدث إطلاقا، ولا مع إيليا النبي ولا مع إليشع ولا مع موسى ولا مع حد، دي حاجات يعني وبعضها يمكن أكتر من المعجزات اللي عملها المسيح ولا مؤاخذة، لكن عجب في عجب المعجزات المكتوبة في سيرة تاكلا هيمنوت، يعني حاجات من الصعب الواحد يصدقها. لذلك بقول لكم مهم ليكم تحقيق التاريخ من جهة، وتخليص التاريخ من الفولكلور اللي موجود فيه. والنصيحة الثالثة أن ترجعوا إلى المراجع الأصلية، أن ترجعوا إلى المراجع الأصلية. يعني واحد يقول أنا قرأت في الكتاب الفلاني وهو كتاب لمؤلف معاصر، طب المؤلف المعاصر ده جاب منين؟ ارجعوا إلى المراجع الأصلية. يقول جاب من مرجع تاني جايز معاصر أيضا بس أقدم منه بثلاثين أربعين سنة، لكن اسمه معاصر يعني في القرن العشرين برضه. زي واحد يقول جبت القصة الحادثة التاريخية دي من منسى يوحنا، منسى يوحنا مراجل معاصر، أو جبتها من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني جابها من منسى يوحنا، طب ومنسى يوحنا جابها منين؟ كتير من كتب التاريخ الحالية لا يوجد فيها مراجع إلا الذين درسوا في كليات جامعية وتعودوا أن يكتبوا المراجع في الأحداث التاريخية. يعني عندنا مؤرخون في عصرنا الحاضر لهم احترامهم جدا، مثل منسى يوحنا ما فيش مراجع أبدا، مثل إيسيزوروس الأسقف صاحب مجلة صهيون برضو ما فيش مراجع أبدا، يمكن أول من بدأ يكتب بمراجع فرانسيس العتر. فنصيحتي لكم بتحقيق التاريخ وعدم الاعتماد على كتاب واحد وإبعاد الفولكلور عن التاريخ واللجوء إلى المراجع الأصلية. يعني مثلا كتاب السنكسار، السنكسار الموجود عندنا وضع في القرن الثالث عشر والرابع عشر، لكن للأسف يوجد سنكسار آخر أكبر منه بكتير نشرته مجموعة باترولوجيا أورينتاليس باسم سينكساريوم جاكوبيت، يعني السينكسار اليعقوبي، برضو ينسب إلى مراجع إثيوبية قديمة، ولكن فيه أيضا إزادات كثيرة جدا وفيه خرافات أيضا، لدرجة أن الذين وضعوا السينكسار الذي كان بين أيدينا سموه الصادق الأمين، ويقصدون بالصادق الأمين أنهم يغربلوا الأخبار التي وجدت في السنكسار الآخر المطول. ومع ذلك ما زلنا حتى الآن نحتاج أن نراجع السنكسار الحالي، وقد قامت لجنة من المجمع المقدس بهذه المراجعة، وربما أنا أكون سبب تأخيرها
في مراجعة المراجعة يعني. دي كلها كمقدمة. قلت لكم أن الكنيسة المسيحية الأولى كانت كنيسة نامية، بدأت بالاثناشر وبالخمسين وبالأكثر من كده، ثم بعد يوم البنتيكوستي أو في يوم البنتيكوستي آمن 3000 واحد كما ورد في أعمال الرسل إصحاح 2، وبعد معجزة الأعرج اللي عند باب الجميل ازداد عدد المؤمنين إلى 5000، وبعدين قيل إن جماهير من رجال ونساء دخلت في الإيمان، ثم بعد ذلك تطور الأمر من أعداد من الأفراد إلى مدن، مدن دخلت في الإيمان كما ورد في أعمال الرسل إصحاح 8، مدينة السامرة دخلت في الإيمان واعتمدوا وأخذوا الروح القدس. أيضا قيل في سفر الأعمال إصحاح 11 إن التلاميذ تسموا مسيحيين في انطاكيا اولا، يعني ما كانش معروف اسم مسيحيين قبل كده، اتسموا مسيحيين في انطاكيا اولا في اعمال الرسل الاصحاح 11. ثم بعد ذلك بدا الايمان يتطور ويذهب الى بلاد عديده، فامتد شرقا الى بلاد العراق، ثم إلى شرقا إلى بلاد الفرس أيضا، وانتقل شمالا إلى آسيا الصغرى وإلى قبرص، ثم إلى الأرخبيل إلى بلاد اليونان، إلى روما غربا، ونزل جنوبا إلى الإسكندرية وإلى ليبيا، وبدأت الكنيسة تنمو في كل الاتجاه، وتحقق ما قيل عنها في مزمور 19 الذين لا صوت لهم ولا كلام، إلى كل المسكونة بلغت أقوالهم وإلى أقطار الأرض بلغ منطقه. يعني الرسل الغلابة اللي كانوا صيادين ولا قول لهم ولا كلام، إلى أقطار المسكونة بلغ منطقه. وبعدين وجدنا إن الآباء الرسل كرزوا في أقطار المسكونة، وخصوصا بعد أن تشتتوا في اضطهاد كلوديوس قيصر لهم كما ورد في أعمال 8، الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. ملاحظة أحب أن أقولها عن العصر الرسولي، أن كل الآباء الرسل كانوا أساقفة مسكونيين وليس أساقفة مكانيين. يعني ما أقدرش مثلا أقول أن بطرس الرسول كان أسقف روما، ده كان أسقف مسكوني بيعمل في أماكن عديدة جدا، واشترك أيضا في تأسيس كنيسة انطاكيا، في كنيسة يافا، في كنائس كثيرة، خدم اليهود المشتتين في غلاطيا وبونتوس وغيره، واللي كانوا في الدياسبورا، الشتات يسموه دياسبورا. آسف إن حاليا بعض أولادنا في المهجر يستخدموا كلمة دياسبورا وإحنا ما نقبلهاش. دياسبورا يعني مشتتين، لكن ما كانوش دول، ما كانوش مشتتين، كلهم كانوا أساقفة مسكونيين. ما نقدرش نقول بولس كان أسقفا لمدينة، هو أسس كنائس كثيرة لكن ما كانش أسقف مدينة. الوحيد من الاثني عشر الذي كان أسقفا لمدينة هو يعقوب أسقف أورشليم، القديس يعقوب الصغير، يعقوب ابن حلفي أو ابن كولوبوس، هو الوحيد الذي كان أسقفا لأورشليم، وبعد استشهاده حل محله أخوه يهوذا
ابن حلفي. هما الاثنين دول صاروا أساقفة مكانيين، لكن الباقي كانوا أساقفة مسكونيين، سواء الرسل أو في الدرجة الثانية للرسل. يعني في الدرجة الثانية للرسل يعني مثل برنابا مثلا. برنابا كان زميل بولس الرسول، لكن ما كانش من الاثني عشر، ولا كان. فبرنابا ده كان هو اللي أسس كنيسة قبرص مثلا، وكنيسة قبرص تهتم كثيرا جدا ببرنابا كشخص بشرهم. كما في كتاب يوسابيوس القيصري يمكنكم أن تهتموا بالنقطة الآتية، اللي هم القياصرة الذين عاصروا نمو المسيحية الأولى، هو باستمرار بيتكلم عليهم واحد واحد. تجدوا إشارة إلى 10 من هؤلاء الرؤوس اللي عملوا المسيحية معاملة مضطهدة، إشارة بسيطة ليها في الرسالة التي وجهها السيد المسيح إلى ملاك كنيسة سميرنا. وسميرنا يعني المر، وأعلى الاضطهادات اللي نالوها. ربط التاريخ الكنسي بالتاريخ المدني في بعض أوقات بيكون لازم، بيكون لازم. زي مثلا حينما تتكلم عن أسرة الهرادسة اللي كل واحد فيهم تسمى باسم هيرودس، ما في شك إن هيرودس اللي عاصر ميلاد المسيح، هيرودس اللي عاصر ميلاد المسيح يختلف عن هيرودس اللي عاصر صلب المسيح، وبينهم وبين بعض أكثر من 30 سنة. لاحظوا الحاجة دي. كمان إيه علاقة القياصرة باليهود، قياصرة الرومان، وكيف توترت هذه العلاقة فيما بعد إلى أن الرومان حطموا هيكل اليهود سنة 70 ميلادية على يد تيتوس القائد الروماني. في مراجع التاريخ عندكم مراجع عامة تلجأوا لها، زي الثلاث كتب اللي قلتها لكم، وفي مراجع موضوعية لموضوعات معينة، مثل الكتب التي تكلمت عن الرهبنة مثلا، ده موضوع معين في التاريخ له مراجع الخاصة. لعل من أشهر هذه المراجع كتاب بلاديوس اللي اسمه هيستوريا لوزياكا، لأنه كتبه إلى رجل نبيل اسمه لوسيوس، فسماه التاريخ اللوسيوسي هيستوريا لوزياكا، ولكن ترجم باسمه بستان الرهبان، وترجم للإنجليزية باسم The Paradise of the Fathers، ترجمه بادش أمين مكتبة المتحف البريطاني، ولكن موجود دلوقتي في ترجمات عديدة. وإلى جوار بلاديوس تجدوا كتابين لجون كاسيان، كتاب اسمه The Institutes يعني المعاهد، وكتاب اسمه The Conferences يعني المقابلات أو المؤتمرات. التقى فيها جون كاسيان ببعض الآباء المتوحدين، خصوصا في بقاع الدلتا. البقاع كانت تغمرها المياه فلم تكن تصلح لسكن الناس، ولكنها صارت تصلح لسكن الرهبان اللي عايزين يقعدوا في حتة ما فيهاش ناس. وأيضا كتاب روفينوس عن آباء البرية، وكتب بعض آباء آخرين كتبوهم عن الرهبنة. بالنسبة للكاثوليك في كتاب عملوه اسمه لسان دو جيبت، اللي هم عن قديسي مصر
تأليف شينو، ولكن لسان دو جيبت ده فيه كلام غلط كتير. من ضمن الكلام الغلط الكتير اللي فيه قال إن إن مرقس الرسول كان سكرتيرا لبطرس، وإن إنجيل ماري مرقس عبارة عن محاضرات القديس بطرس التي ألقاها في روما، جمعها مرقس وعملها إنجيل. يعني رجل عايز يطير مرقس خالص. وإن بطرس الرسول أوفد مرقس للكرازة في مصر، ولما رجع مرقس قدم له تقريرا عن رحلته. يعني مش عايز يخلي مرقس الرسول ده فضل له حاجة. عشان كده بقول لكم لا تأخذوا كل ما هو موجود في الكتب، حتى بالنسبة لبعض آباء قدامى مثل بابياس لما تكلم عن مرقس. ملاحظة أضيفها إلى جوار الملاحظات السابقة التي قلتها لكم في التاريخ، وهي أن كثير من الكنائس تكتب التاريخ بما يوافقها وبما يحفظ كرامة قديسيها وآبائها الخصوصيين، ولذلك يختلف التاريخ مما تكتبه كنيسة عما تكتبه كنيسة أخرى. وأيضا يختلف التاريخ فيما يكتبه أصحاب الطبيعتين من الخلقدونيين عما يكتبه أصحاب الطبيعة الواحدة من الأرثوذكس أمثالنا. يعني برضو الواحد يخلي باله في كتب التاريخ وهو بيراجع. من أشهر الكتب العامة في التاريخ حاليا كتاب شاف، اعتمد عليه كثيرا نيافة الأنبا يؤنس المتنية. كتاب شاف اسمه The Church History أو The History of the Church، من كذا فوليوم، حوالي 8 فيما أفتكر. الكنائس الأولى في العصر الرسولي كانت إما في البيوت وإما في المقابر وإما كانت تبنى. في البيوت مثلما ورد في أعمال الرسل إصحاح 12 آية 12 أن بطرس الرسول عندما خرج من السجن ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان المسيحيون التلاميذ مجتمعين للصلاة، اللي هو مريم أم مرقس الرسول. هو كان له اسمان، يوحنا اسمه اليهودي يعني الله حنان، ومرقس اسمه اللاتيني يعني المطرقة، لأنه المطرقة التي استخدمت في تحطيم الأوثان. ومثل أيضا بيت أكيلا وبروسكيلا كما ورد في أول الإصحاح 16 في الرسالة إلى روما، سلموا على أكيلا وبروسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. وأيضا مثل بيت نمفاس الذي من لوديكيا اللي كتب عنه بولس الرسول في الإصحاح الرابع من رسالته إلى كولوسي، النمفاس والكنيسة التي في بيته. وقيل أيضا أن ليديا بائعة الأرجوان صار بيتها كنيسة. ولعل هذا يفسر لكم ما قاله السيد المسيح لتلاميذه في متى إصحاح 10 في إرساليتهم الأولى، وبرضه كرر هذا الكلام للتلاميذ 50، إن أي بيت أي مدينة دخلتموها افحصوا من فيها مستحق البيت اللي انتوا تقعدوا فيه، ولا تخرجوا من بيت إلى بيت، يعني تقعدوا مستقرين في بيت، لأن البيت اللي كانوا بيقعدوا فيه كان بيبقى كنيسة. فمش معقول كانوا يسيبوا بيته ويروح بيته وكل البيوت تبقى كنائس، مش معقول. فكانت البيوت أولا كنائس، والمقابر دي اللي فيكم يروح روما هيجد آثار كثيرة جدا عن المقابر كيف كانوا يستخدمونها ككنائس. أما الكنائس كمباني فدي واضحة في أعمال الصح 9 آية 31، بيقول
وأما الكنائس في كل اليهودية والجليل فكان لها سلام، وكانت تسير بخوف الله، وكانت تبنى وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. فقال كانت تبنى في أعمال 9:31. دي بالنسبة للأماكن اللي كانوا بيعيشوا فيها ويستخدموها ككنائس. زي ما قلت لكم في حاجات موضوعية لها كتب مشهورة زي الرهبنة، تاريخ المجامع مثلا، في كتاب مشهور اسمه لستوار دي كونسيل اللي هو تاريخ المجامع، ترجم إلى العربية باسم الشرع، يعني الشريعة أو القانون أو الحاجات دي، ترجمه بطريرك الروم الأرثوذكس في أنطاكيا إلياس معوض، يمسك مجمع من المجامع كلها ويدرسها ويشوفها. في قوانين الكنسية برضو إذا أردتوا أنتم تدرسوا، مجموعة باترولوجيا أورينتاليس طلعت كتاب عن القوانين اللي عند الكنيسة القبطية اللي هي 127 قانون التي توافق عليها الكنيسة القبطية من قوانين الأباء الرسل، كتابين، كتاب 71 قانون وكتاب 56 قانون. في الكنيسة الأولى لازم ندرس الآباء الرسل وتبشيرهم، كل أب من الآباء بشر فين. طبعاً أنا بديكم منهج عام للتاريخ فأتكلم إجمالي، لكن لما نخش في التفاصيل نخش بطريقة تانية. الآباء الرسل كل واحد فيهم بشر فين، وأيضاً تلاميذ الآباء الرسل. تلاميذ الآباء الرسل في مجموعة يسموها الآباء الرسوليين Apostolic Fathers، وبخاصة القديس إكليماندوس أسقف روما. إكليماندوس الروماني غير إكليماندوس الإسكندري، والقديس إغناطيوس أسقف أنطاكيا اللي بيسموه ثيوفوروس حامل الإله، والذي يتسمى به بطاركة أنطاكيا حتى يومنا هذا، وأيضا القديس هرماس الذي ألف كتاب الراعي، وكتاب الراعي فيه مشابهات وحاجات جميلة جدا. أتذكر أنني ترجمت هذا الكتاب من الإنجليزية إلى العربية 50 على ما أظن 50 أيوة، وسلمته للأستاذ حبيب جرجس. وسبب اختياري هرماس لأن الأستاذ حبيب جرجس كان بينشر ترجمة للأباء الرسوليين في مجلته الكرمة، فرجعت الترجمات وجدت هرماس مش موجود فأكملت له هرماس. حالياً الآباء الروم الأرثوذكس ترجموا الآباء الرسوليين، وموجود كتب عن الآباء الرسوليين وفيها هرماس وغير هرماس. لكن برضو هناك اللي عايز يدرس تاريخ الكنيسة بتفصيل أكثر ممكن يرى تلاميذ الآباء الرسل. شوفوا تلاميذ بولس الرسول، كام تلميذ من تلاميذه وبعضهم كانوا أسقفة، مثلما كان تيموثاوس أسقفا لأفسس وتيتوس أسقفا لكريت، وكتير قوي ذكر أسماءهم بولس الرسول في رسائله. كل واحد من دول يحتاج لدراسة للذين يحبون الدراسة. يعني واحد عمل له بحث كده عن تلاميذ الرسل وابتدى يتكلم عنهم بشيء من التفصيل ويرجع للمراجع المشهورة يبقى كويس. تاريخ الكنيسة نقسمه إلى أقسام معينة. تقسيم التاريخ ممكن نقول أولاً عصر المسيح والأباء الرسل،
ده قسم، والآباء الرسوليين ممكن. القسم الثاني هو المسيحية في عصر الاضطهاد قبل مرسوم ميلان سنة 313 الذي كفل الحرية الدينية، ده قسم. وبعدين قسم ثاني الكنيسة الواحدة في عصر المجامع قبل الانشقاق الأول سنة 451 اللي هو أيام مجمع خلق دنيا. القسم الثاني الكنيسة قبل الانشقاق الثاني اللي كان في القرن الحادي عشر اللي فيها انشق اليونان الأرثوذكس عن الكاثوليك وأصبحوا دول كنيسة لوحديهم ودول كنيسة لوحديهم. والقسم الرابع من الانشقاق آخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن الستاشر اللي تزعمه لوثر وكالفن وزوينجل، ثم كثرت المذاهب وأصبحت لا تحصى. وبعدين نخش في العصر الحديث وهو الذي وجدت فيه الإرساليات الأجنبية والمبشرين، وبخاصة في بلاد إفريقيا وفي مصر أيضا، ده عصر تاني. وممكن نضم بعد كده تاريخ الهرطقات الحديثة أو البدع الحديثة، أمثال شهود يهوه والسبتيين والمرمون في أمريكا ورجال العلم المنحرفين يسموهم ساينتيستس وأمثال هؤلاء يعني، والإرساليات في مصر. إلى هنا وأكون قد تكلمت عن الجزء الأول من المحاضرة، والجزء الثاني هقوله باختصار لما أخش في تاريخ الكنيسة القبطية. تاريخ الكنيسة القبطية أقدم المراجع ليها تاريخ البطاركة لسويرس ابن المقفع، وتاريخ يوساب أسقف هو دي تلاقوهم في مخطوطات. ثم بعد ذلك تكملت هذا التاريخ في العمل الذي قام به الأستاذ الدكتور مراد كامل والأستاذ الدكتور عزيز سريال والدكتور بيرمستر مع بعض، ثم العمل الكبير الذي قام به كامل صالح نخلة في كتابه عن تاريخ البطاركة اللي ابتدى من البطرك 73 لحد كيرلس الخامس، وكتب زي كتاب روفيلة وبعض المراجع التانية. الكنيسة القبطية كانت في تاريخها عبر العصور المتتالية اسمها كنيسة الإسكندرية، بالذات كنيسة الإسكندرية لأنها تأسست في الإسكندرية وأصبحت الكنيسة الأولى التي أسست في الإسكندرية اللي كانوا يسموها بوكاليا، حي بوكاليا يعني، هي في حي المسلة، يقال إن في الموضع اللي فيها الكنيسة المرقسية الكبرى حاليا. كنيسة الإسكندرية تتميز على ممر العصور بميزات تنفرد بها عن جميع كنائس العالم، لا أقول هذا باعتباري أني إنسان قبطي، إنما نقوله باعتبار ما يقوله التاريخ وما يثبته. وهذا ما نكلم به الأجانب، وهذا ما ألقيته أيضا في محاضرة في بون في ألمانيا، وفي محاضرة أخرى في سيدني في أستراليا، لدرجة أن أنا لما خرجت من المحاضرة بتاعت أستراليا واحد من الشبان التين ايجرز يعني
قال لي انت خلتنا نفتخر بان لينا اصل مصري. ايه اللي خلاهم يفتخروا بكده؟ هو اللي هقوله لكم دلوقتي. اول شيء ان الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوحيدة في العالم التي وردت عنها نبوءة في العهد القديم عن تأسيسها. يعني ما فيش أي بلد في العالم ورد نبوءة عن تأسيسها في العهد القديم إلا كنيسة الإسكندرية. صحيح قيل إن هيبقى فيه في الأمم ومن مشارق الأرض إلى مغاربها، لكن بالاسم لم يوجد إلا الكنيسة القبطية كما ورد في أشعياء 19:19 إصحاح 19 آية 19: في ذلك اليوم يكون مذبح لله في وسط أرض مصر وعمود لله عند تخومه. باوندرس. أفتكر مرة كنت في لوس أنجلوس، لا أسف كنت في سان فرانسيسكو، وبعدين السفير بتاعنا هناك عمل لي اجتماع لقادة الكنائس، يعني اجتماع ترحيب، لا أسف لقادة الأديان مش لقادة الكنائس، لأن كان فيهم واحد يهودي. الربي اليهودي ده وقف يرحب بي words of compliments يعني، فكان لابد أرد عليه. فقلت له أنا أيضا أحييك من سفر إشعياء النبي اللي احنا نؤمن به وأنتوا تؤمنوا به، وفي هذا السفر مكتوب في إشعياء 19:19: في ذلك اليوم يكون مذبح لله في وسط أرض مصر وعمود لله عند تخومها، ويعرف المصريون الرب ويقدمون له ذبيحة. قلت له طبعا هذا المذبح لا يمكن أن يكون مذبحا يهوديا، لأن اليهود غير مصرح لهم أن يقيموا مذابح خارج أورشليم حسب وصية الرب في أسفار موسى، وأيضا لا يمكن أن يكون مذبحا وثنيا، لأن بيقول ده مذبح للرب، فما دام له مذبح يهودي ولا مذبح وثني يبقى هو مذبح مسيحي. وخصوصا في هذا الإصحاح بالذات إشعياء 19 موجود فيه الآية اللي بتقول مبارك شعبي مصر، فأنتوا بتقولوا أن احنا شعب الله، وربنا اعترف بأن شعبه مصر. فيعني أنا أحييك من هذا الإصحاح. النقطة الثانية اللي تتميز بها الكنيسة القبطية إنها البلد الوحيد الذي زاره السيد المسيح هو والعائلة المقدسة، ودي برضو لا بنفتخر ولا بنجيب كلام من عندنا ولا حاجة. هذا موجود في متى إصحاح 2، وموجود أيضا في إشعياء 19 في نفس الإصحاح ده. أوله وحي من جهة مصر، هو الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى مصر، فيذوب قلب مصر وتسقط أوسانها. وده اللي حاصل، إن المسيح لما كان حملها العذراء وكانوا بيروحوا من مدينة لمدينة، كل مدينة فيها أصنام كانت بتقع الأصنام بتاعتها فكانت بتتحطم فيطردوهم، فلما يطردوهم يروحوا بلد تاني فيحصل برضو نفس الوضع، فيذوب قلب مصر وترتجف أوثانه. دي موجودة في متى 2 وموجودة في أشعياء 19، يعني الأولاني جبناها من أشعياء، برضو هما الاثنين من أشعياء 19. الأمر الثالث الذي تتميز به مصر وكنائسها إنها البلد الذي ترجمت فيه كتب العهد القديم إلى اللغة اليونانية. أول مرة ترجمت كتب العهد القديم إلى اليونانية الترجمة السبعينية بواسطة 70 من شيوخ اليهود في مصر، وترجموا الترجمة إلى السبعينية، اسمها الترجمة السبعينية نسبة للسبعين
عالم من العلماء اللي ترجموا كتاب مقدس من العبرية إلى اليونانية. وبهذه الترجمة إلى اليونانية كانت هناك فرصة للعالم اليوناني أن يتعرف أيضا عما في الكتاب كتب العهد القديم من النبوآت ومن الرموز لمجيء المسيح، حتى لما جاءت البشارة بالمسيحية كانت الترجمة اليونانية موجودة بكل ما فيها من رموز ومن نبوات. ودي نقطة طبعا تنفرد بها الإسكندرية، يبقى انفردت بالترجمة السبانية وانفردت بنبوءة في العهد القديم وانفردت بمجيء العائلة المقدسة. كل دي حوادث تاريخية ما يقدرش حد ينكرها. والمسألة الرابعة تأسيس أول مدرسة لاهوتية في العالم في الإسكندرية. وكان معروف في التاريخ اسم مدرسة الإسكندرية، فكانت توجد فيها المدرسة الفلسفية الإسكندرية القديمة المعروفة. ثم لما ماري مرقس بشر في مصر وكان قصاده المدرسة الوثنية، كان لابد أنه ينشئ مدرسة لاهوتية تقف أمام هذه المدرسة. ليه؟ كان فلاسفة الوثنيين يدرسون الكتاب المقدس لكي يهاجموا الكتاب المقدس بما فيه، مثل كيلسوس اللي ألف كتاب ضده اسمه كونترا كيلسوم. وكان الإسكندريون أو الأقباط يدرسون الفلسفة في الكلية اللاهوتية لكي يردوا على الفلاسفة بأسلوب عقلاني منطقي يناسب عقلياتهم. هذه المدرسة دي عايزة لها محاضرة قائمة بذاتها، لكن بصفة عامة يعني أخرجت للعالم أساتذة كبار أثروا المكتبة الدينية بكتبهم، وكانت لهم شهرة كبيرة، أمثال أثيناغورس وبانتينوس وأوريجانوس وإكليماندوس وديديموس الضرير. ديديموس الضرير هو أول واحد اخترع الكتابة بالبارز للعميان، وله كتب في الباترولوجي، كتب عجيبة جدا. يعني يمكن الواحد يستغرب ازاي الراجل ده كان قادر يكتب كل الكتب دي، وكان تقريبا بيحفظ كثير من أسفار الكتاب المقدس عن ظهر قلب. قلنا ان الكنيسة القبطية تميزت بالنبوءة في العهد القديم، تميزت بترجمة أسفار العهد القديم، تميزت بزيارة العائلة المقدسة، تميزت بتأسيس أول مدرسة لاهوتية. كذلك تميزت الكنيسة القبطية بأنها التي دافعت عن الإيمان السليم في مجمع نيقيا، وردت على الأريوسية، وخصوصا بشماسها العظيم أثناسيوس في ذلك الحين، الذي قاد المجمع المسكوني الأول اللي كان فيه 318 من رؤساء الكنائس وممثليها، قادهم في المحاورات اللاهوتية ضد أريوس، وهو الذي صاغ قانون الإيمان الذي تؤمن به كل الكنائس المسيحية، القانون الإيمان النيقاوي. وأثناسيوس بالنسبة لكل العالم هو بطل من أبطال الإيمان. يكفي أن جيروم وهو من أباء اللاتين قال: مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا وجود أثناسيوس. وكانوا بيقولوا: الذي يسمع منكم كلمة لأثناسيوس
ولا يجد ورقة يكتب عليها، يكتبها على قميصه علشان ما تفلتش منه الكلمة دي. فالكنيسة القبطية في قيادتها للإيمان عن طريق أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع، وعن طريق كيريلوس عمود الدين بابا الإسكندرية الرابع والعشرين في القرن الخامس، الذي قاد مجمع أفسس الأول سنة 431 ميلادية، حتى أنني حينما زرت الفاتيكان في 15 مايو سنة 73 من قيمة 25 سنة ونص، وعملنا اتفاقية مع قداسة بابا روما البابا بولس السادس، وكل منا كلم الشعب في الكاتدرائية، فمن ضمن كلام قداسة البابا بولس السادس قال: كلنا نجتمع حول لاهوت أثناسيوس وكيريلوس، والاثنين من أباء الإسكندرية طبعا. نبوغ أباء الإسكندرية في العلم والمعرفة واللاهوتيات جعل الذين نشروا قوانين الكنيسة، وخصوصا في العصور الأولى، كثير من أباء الإسكندرية كانت لهم مكانتهم في إصدار القوانين التي اعترف بها العالم أجمع، لدرجة من ضمن الكتاب اللي مكتوب في تاريخ المجامع اللي قلت لكم عليه، الاستوار دي كونسيل، قيل إن القديس تيموثاوس بابا الإسكندرية الثاني والعشرون من أباء البطاركة، لما حضر المجمع المسكون الثاني في القسطنطينية سنة 381، سألوه بعض أسئلة فأجاب بالقوانين الآتية: السؤال الأول إجابته القانون الأول، السؤال الثاني إجابته القانون الثاني، وأصبحت إجابات القديس تيموثاوس قوانين كنسية عامة تؤمن بها كل الكنائس المسيحية التقليدية. نقطة من النقط الثانية اللي تميزت بها الكنيسة القبطية عن باقي الكنائس، إن الكنيسة القبطية هي أم الرهبنة في العالم، أم الرهبنة في العالم. فأول راهب في العالم هو القديس أنطونيوس قبطي من صعيد مصر، وأول أب وضع قوانين الرهبنة هو القديس باخوميوس قبطي أيضا من صعيد مصر. وأتذكر أنني حينما تكلمت في بون في المحاضرة اللي بقول لكم عليها، وهي جامعة كاثوليكية، جامعة كاثوليكية، قلت لهم: إن شفتوا أي راجل دين من الرهبان أو الأسوس أو المطرنة أو الأسقفة أو البابوات، اعرفوا إن ليه أصل قبطي في الرهبنة، لأن كلهم رهبان وأخدوها منين؟ أخدوها من عندنا. وطبعا انبسطوا من الكلام ده، مع أنه يعني تمجيد للكنيسة القبطية. هو طبعا شهداء مصر كتير، بس أنا بقول المسائل التي انفردت بها الكنيسة المصرية عن سائر الكنائس. فالشهداء كل كنيسة فيها شهداء، وإن كان عندنا مجموعة كبيرة من الشهداء، لكن لو قلنا الشهداء هيقولوا كل كنيسة فيها شهداء. وأول شهيد في العالم ما كانش مصري، بس الاستشهاد عندنا يعني